الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أعضاء المجلس الوطني الموقرين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله تعالى وتوفيقه وعلى بركة الله، نفتتح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع لمجلسنا الوطني، ويسرنا بهذه المناسبة العزيزة أن نهنئكم جميعا على نيلكم ثقة المواطنين الكرام، مع التقدير لكل من مارس حقه في الترشيح والتصويت بروح وطنية، معربين عن اعتزازنا البالغ بالوعي والمسؤولية التي تجسدت في المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات النيابية والبلدية، والتي تمت في جو من الألفة والممارسة الديمقراطية الأصيلة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم لخدمة البحرين وأهلها الكرام. كما نتقدم بالشكر والتقدير لكافة الجهات التي قامت على تنظيم الانتخابات النيابية والبلدية والإشراف عليها بكل اقتدار، وبخاصة السادة أعضاء السلطة القضائية المحترمين. الأخوة والأخوات، يشهد الجميع بأن ميثاق العمل الوطني كوثيقة تاريخية توافق عليها أهل البحرين قد شملت العديد من الإصلاحات في جميع مناحي الحياة في بلادنا، ورسخت المكانة الدولية العالية للبحرين، كما عززت تلك الإصلاحات الشعور بواجبات المواطنة والانتماء من خلال مباشرة المواطنين لحقوقهم السياسية بثقة تامة، وتنافس ممثليهم في تطوير واقتراح العديد من القوانين التي تطبق اليوم، كما أن مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون أمرا يجب أن يؤخذ في الاعتبار، وقد نص عليه الدستور. ولا شك إن ما أنجزناه معا من خلال حوار التوافق الوطني يعد إضافة هامة على طريق مسيرتنا المباركة، ويؤكد في الوقت ذاته رغبتنا الأكيدة في تحقيق شراكة نوعية في العمل السياسي عبر المسيرة المباركة، وأن من أولى الأولويات في هذه المرحلة تحقيق التنمية المستدامة والدفع باقتصاد مملكة البحرين إلى مزيد من التقدم والنماء، وذلك بالاعتماد على قطاعات متعددة في هذه العملية، مما يسهم في جعل اقتصادنا أكثر ثباتاً وبقاء وقدرة على مواجهة آثار الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم. كذلك فإنه من الواجب علينا الاستمرار في العمل الجاد لتحقيق طموحاتنا في تطوير جميع القطاعات التي تخدم المواطنين، ومنها التطوير النوعي للتعليم والصحة اللذين يشكلان الدعامة الأساسية للتنمية البشرية، وبذل المزيد من الجهود لاستكمال إنجاز المشروع الإسكاني لبناء 40,000 وحدة سكنية في المدة المحددة له، وتطوير باقي الخدمات العامة. كما أننا نشيد بإنجازات أبنائنا الشباب في مختلف المجالات العلمية والتنموية، وكذلك في الفنون والآداب والرياضة، ونقدر ما حصلوا عليه من جوائز دولية متقدمة في العديد من المحافل الدولية،
ويجدر بنا ونحن على اعتاب بدء هذا الفصل التشريعي الجديد التركيز على الدور المناط بشباب هذا الوطن الذين يشكلون قطاعاً عريضاً من مجتمعنا وما يرجونه من قد أفضل. ومن هذا المنطلق فإنه من الواجب تحقيق تطلعاتهم والوقوف على التحديات التي يواجهونها ليكون جزءاً فعالاً في المشاركة في صنع القرار للمستقبل الواعد المشرق. وفي هذه المناسبة الكريمة فإننا نتقدم بالشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي العم العزيز الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، وولي عهدنا صاحب السمو الملكي الابن البار الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد الأمين على سعيهما الدائم والمستمر لمتابعة وتطوير عمل الحكومة والتواصل مع كافة فئات المجتمع للتعرف على آراء المواطنين الكرام بصورة مباشرة حول ما تقدمه الدولة من خدمات عامة. كما لا يفوتنا أن نوجه التحية للرجال المخلصين في قوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني، فهم حماة الوطن والساهرون على أمنه الذين لا يألون جهداً في تحمل مسؤولياتهم العظيمة للذود عن حمى الوطن والحفاظ على مكتسبات التنموية والحضارية، مثل ما قدم آباؤهم الأولون من تضحيات في سبيل المحافظة على كيان مملكتنا العزيزة. وأن نبارك لهم إقرار القيادة العسكرية الموحدة والذي أقرها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، واعتماد مركز العمليات البحري الموحد في مملكة البحرين ويتضمن قوة الواجب البحري الموحدة 81 وإنشاء جهاز الشرطة الخليجية ومقر مدينة أبوظبي، والذي يعتبر مرحلة متقدمة من العمل الأمني المشترك الذي يعزز من قدرات أجهزة الشرطة في دول المجلس. ولا ننسى في هذا المقام أن نذكر ونترحم على شهداء الواجب الوطني الذين ضحوا بأرواحهم من أجل دينهم ووطنهم البحرين، سائلين الله تعالى أن يتقمدهم برحمته ويدخلهم الجنة مع الأبرار. الإخوة والأخوات، إن مملكة البحرين حريصة دوماً على دفع مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية نحو الأمام لتحقيق المزيد من التكامل والاتجاه الجاد نحو الوحدة، وأن اتفاق الرياض والاتفاق التكميلي له الذي تم التوقيع عليه مؤخراً بالرياض سيزيد اتحادنا قوة ومنعة، وعليه نسجل تقديرنا للدور الكبير لأخينا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإخواننا قادة دول المجلس الذين حرصوا على التوصل لهذا الاتفاق لما فيه الخير والصلاح لجميع مواطني دول خليجنا العربي الشقيق. وفيما يتعلق بمشاريع التكامل الاقتصادي والاندماج بين دول المجلس، فإننا نجدد ترحيبنا بما تم إنجازه، وإننا على ثقة بأن تنفيذ مشروع جسر الملك حمد مع المملكة العربية السعودية الشقيقة سيدخل خدمات السكك الحديدية للبحرين، وسيكون مرتكزاً لتحقيق التكامل وتحفيز الاستثمار والتبادل التجاري، ويجلب ذلك مزيداً من الترابط الاقتصادي والاجتماعي، ويعزز سياسة ربط دول مجلس التعاون في كافة المجالات التي تهم الوطن والمواطنين، بما يعود في النهاية بالنفع والرخاء على شعوب دولنا. ليس هذا فحسب،
بل أن حاضرنا يتطلب منا أكثر من أي وقت مضى أن تتوافق الدول العربية جميعها وتتجاوز أي خلافات بما يحافظ على الكيان العربي كقوة إقليمية فاعلة تحت إطار جامعة الدول العربية، وتعمل على ما يربط شعوبها ويعزز علاقات التعاون والمصالح المشتركة فيما بينها، وخاصة أمام ضعف وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الذي يتطلب سرعة تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية فاعلة وتقديم إصلاحات هيكلية داعمة للنمو وخلق المزيد من فرص العمل. وإن إقرار إنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية يعزز مكانة الدول العربية الشقيقة دوليا. وهنا ندعو كذلك المجتمع الدولي للتعاون والعمل المشترك في إيجاد المعالجات المناسبة لهذه القضايا الملحة، وبما يدعم أهدافنا المشتركة في نمو اقتصادي عالمي قوي وشامل. وستبقى القضية الفلسطينية قضيتنا المركزية، ونؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل ودائم وشامل يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كذلك فإن مملكة البحرين حريصة على تعزيز علاقاتها الاستراتيجية والاقتصادية مع الدول الصديقة، وذلك في إطار العلاقات الودية التي تربطنا بدول العالم والقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. وتأتي زياراتنا لعدد من الدول الصديقة في آسيا والدول الأوروبية تجسيداً لهذا التوجه، واستمراراً لتوطيد العلاقات التاريخية والتجارية التي تجمعنا بتلك الدول منذ القدم. واستثماراً لهذه الزيارات من أجل مستقبل يسوده السلام والأمن في منطقة حيوية يعتمد عليها العالم في استقراره. إن مملكة البحرين كانت ولا زالت وستظل تمد يد التعاون والسلام لجميع الدول، وتدعو دوما إلى علاقات دولية تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو الأمر الذي يستوجب في هذه المرحلة المحافظة على استقرار المجتمعات وتقدمها، ومحاربة التطرف والإرهاب الذي يعطل مسيرة البناء ويدمر مستقبل الشعوب. ولا يفوتنا في هذا المقام أن نشيد بتوصيات المجلس الوطني الأخيرة بشأن محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وتجفيف مصادر تمويله، كما نؤكد استعدادنا لمواصلة دعم الجهود الدولية لتعزيز الأمن في المنطقة لما لذلك من أهمية للاستقرار والسلم العالمي. وفي الختام، يزيدنا فخراً واعتزازاً أن أهل البحرين الكرام بما توارثوه من عادات وقيم، وبما حباهم الله به من نعم، وبوعيهم الوطني العميق، وبانتمائهم إلى هذه الأرض، قد تمسكوا دوماً بولائهم المطلق لدينهم ووطنهم وعروبتهم، مبدين عزمهم الصادق وساعين لكل ما من شأنه رفعة وطنهم وعزته ونهضته ورقيه. وها هم الآن أبناء البحرين الكرام يستمرون بعزمهم الصادق وإرادتهم الصلبة لتحقيق المزيد من طموحاتهم، متطلعين إلى أن يشكل هذا الفصل التشريعي الجديد نبضاً متجدداً يربط الطموحات والأماني بالعمل الجاد الذي يحقق لمملكة البحرين فرص الخير والازدهار والرخاء.
نسأل الله عز وجل أن يحفظ مملكة البحرين وأن يديم علينا نعمة وفضائلة، وكما قال الله تعالى: وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.